السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي ممكن يكون في اكتر من سيناريو في السينكرو، يعني في اكتر من مخطط لو حصل كذا او لو حصل كذا، ففي تواريخ مختلفة هتكون موجودة. فأول حاجة أعملها أروح للبلان وأقول له baseline task، هديله اسم لكل التاسكات، ممكن تقول له الفيزابل بس أو ممكن تقول له المعمول select بس وهكذا. ممكن يبقى عندي اكتر من بيس لاين تاسكس، ويكون في تعديلات في كل واحده فيهم تختلف عن الاخر. فلما اختار واحد فيهم يبدا يقول لي هنخلص اخر السنه، هنخلص في نص السنه. طيب خليني اروح للنافيجيتور واقول له انا عايز البيس لاين اند سيناريو، هلاقي ان في واحد موجود هنا. طيب ممكن نيجي مثلا ونتغير اي تاريخ انت عايزه. ادوس سيناريو كليك واقول له كاستم كولوم، وابدا اضيف اي حاجه خاصه بالتواريخ مثلا زي البلاند او حاجه زي كده. تقدر تضيف اللي انت عايزه، او طريقه اخرى ان انت تقدر تحرك التواريخ من هنا زي ما انت عايز. وهنا التاسك بروبرتس بيبدا يجيب لي الخصائص، الديوريشن تايب ايه، الستاتس هل انت بلاند ولا عايز اكشوال ولا، والبروجرس تايب هل هي مانوال ولا اوتوماتيك. وممكن نعدل التاريخ من هنا، يعني في اكتر من طريقة عشان تعدل التاريخ بتاع التاسك. فممكن بنفس الطريقة ده اللي احنا سجلناه المرة اللي فاتت، هرجع للبلان وقول له ان انا عايز بيس لاين تاسك، وتغير الاسم بيس لاين تسميه بقى اكس واي زد زي ما انت عايز. اوكي، فهيبدا يعمل لك واحد تاني بحيث ان انت تقدر تدوس هنا ترجع للتاريخ اللي انت عايزه، وتدوس فوق وتحت زي ما انت عايز. يبقى عندك اكتر من سيناريو في نفس الـ المشروع، وده حاجة حقيقية في الشغل، وده بتعرض له كتير يعني، بالذات لما كنت شغال في قسم البلاننج. وفي اي مشروع احنا شغالين فيه بيبقى فيه اكتر من سيناريو، لو اشتغلنا مع الشركه دي، لو اشتغلنا مع الشركه دي، لو خدنا موافقه ما خدناش موافقه وهكذا. والميزه دي من المزايا اللي موجوده في السينكرو عن بيت البرامج، يعني بدون ذكر اسم شركه يعني. وانا بشرح على مشروع غير المشروع الحقيقي اللي انا شغال فيه حاليا، ففاتح كذا حاجه، فعشان كده ايه بيهنج كل شويه. فكل اللي عليك ان انت بس تيجي هنا فتبدا المعلومات تتغير، بحيث يبقى تطبق الاختيار اللي انت كنت مختاره، فيبقى عندك اكتر من سيناريو واكتر من بيس لاينز تشتغل عليهم.